بحماية الإقليم والذي تضمنه مصالحنا من خلال العمل الميداني والعمليات للفرق الجمركية. تمكنت مصالحنا بعنوان سنة 2022 من حجز ما يزيد عن 1,900,900 قرص مهلوس، بالإضافة إلى ما يزيد عن 276 كيلوغرام من الكيف المعالج. وكذلك تمكنت مصالحنا خلال الموسم الصيفي لسنة 2022 من حجز عملة وطنية مزورة قدرت ب 1000 ورقة من صنف 1000 دينار جزائري، أي بقيمة إجمالية قدرت ب 1,000,000 دينار جزائري.